اصدقائي وياكم حارد المهندس. هذا الفيديو شويه راح يكون مختلف، صار وياي فد موقف جميل جدا وهذا الموقف دا يتكرر وياي، فحبيت اشوفكم صدق الاتراك وصدق التعامل وحسن النيه بالتعامل. طبعا هو موقف جدا بسيط على قنينه الماء اللي ابدلها، فراح تشوفون القصه في هذا الفيديو وتفتهموها. طبعا بس حبيت اشوفكم فالتجربه هنا يعني صارت وياي. انا طبعا دائما استعمل هذا البطل مال مي مال الشرب، هذا سعره 13 ليره اخابرهم يجيبوا لي للبيت. فمرات مثلا من اخابرهم يعني عندي طلعه او ما موجوداني بالبيت، شنو اللي اسويه هو انه احط الفلوس واشدها بعلاقه. غالبا ما اني الفلوس احطها مثلا 10 عمله ورقيه وثلاث حدايد، يعني ماكو داعي يرجع لي. بس مثلا اليوم ما كان عندي صرف فحطيت له 20 ليره وبالعلاقه، وراح احط البطل مال مي برا الباب من اطلع، وهو شو وقت ما يجي راح يبدله وراح يرجع لي الباقي، وراح اشوفكم من راح يجي البطل مال مي شلون رجع لي الباقي وشلون حطه بعلاقه نفس ما انا حطيته. هذا الشيء يبين لكم مدى صدق الناس ويعني ما عندهم اي غش وتلاعب بالموضوع. بس حبيت اشوفكم هذه الفقره. طبعا هاي هسه رجعت، بس خل اشوفكم حاطيها بالباب، خل ادخلها. تذكرون كنت حاط 20 ليرة وما عندي خردة؟ شوفوا رجعوها ومضبوطة، مرجعين لي 7 ليرات. حتى اشوفكم هذا فد مثال بسيط للصدق الموجود بالتعامل. مثل ما شفتوا في هذا الفيديو القصير، انا طبعا من اطلع يعني ما يصير لي وقت انه ارجع للبيت او انه انتظرهم حتى يجون ياخذون الماي، ف يعني امنت بيهم وثقت بيهم بالمره الاولى وعملت هاي الحركه، وهم يعني تعلموا على هذا الشيء، وكل ما انا مثلا اترك باقي يرجعوا لي. فحبيت اشوفكم حسن النيه والتعامل والصدق بالتعامل اللي موجود في المجتمع التركي، وهذا الشيء اعتقد يعني قمنا نفتقده في اغلب المجتمعات العربيه. فهذا الفيديو راح يبين لكم الاتراك وتعاملهم، مع العلم انه ممكن يكون نعم اكو شخص او شخصين شاذين عن القاعده، ولكن غالبا راح يكونون بالتعامل طيبين وايضا صادقين. اتمنى ان شاء الله يا رب اعجبكم هذا الفيديو، كذلك احب اشكر الاشخاص اللي بعثوا لي الهدايا اللي وصلتني اليوم. ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو راح اذكر لكم باسم الشخص اللي دز لي الهدايا، واحد من المتابعين. كلش اني شاكر لكم، وكذلك راح اشوفكم الهدايا اللي وصلتني، فانتظرونا بالفيديو مال الهدايا، وان شاء الله يا ربي ايضا تفرحون بالهدايا مثل ما انا فرحت بيها. لهنا انتهى فيديو اليوم، اتمنى ان شاء الله عجبكم استفاديتوا من عندك. كالعاده اشتركوا يانا بالقناه اذا اول مره تشاهدون الفيديوهات، وانضموا لعائلتنا ووصلونا ل 50,000 مشترك باسرع وقت ممكن. كذلك اي شيء عندكم تقدرون تتابعوني هنا على الانستغرام مالتي، اسمه حارث المهندس بالعربي، انشر يومياتي. فاذا تريدون حابين تشوفوني اليوميات تجون تتابعوني، وكل الهلا بكم. خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم، ويا رب نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.